نظم مجلس المقاومة الشعبي بمحافظة تعز ندوة سياسية بعنوان الثورة اليمنية الأهداف العظيمة وتحديات الإنجاز. وقد حضر الندوة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية حتى تناول تاريخ الثورة اليمنية ودورها في مواجهة المشروع الإمامي. تضمنت الندوة عرض 3 أوراق عمل تمحورت حول التاريخ الثوري في اليمن، بدءا من الثورة التي شهدها القرن 20 وصولا إلى ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر، حيث سرد الأحداث بشكل مفصل مع التركيز على الهدف الرئيسي لهذه الثورات وهو إنهاء الاستبداد الإمامي. مجلس المقاومة الشعبية في تعز اليوم عبر هذه الندوة يؤكد أن هناك جبهة مهمة جدا لا ينبغي أن يغفلها الشعب اليمني وقيادات السياسية، وهي جبهة الفكر، جبهة الوعي، جبهة الثقافة، جبهة أن يعود الناس إلى تذكر أهداف ثورتي 26 سبتمبر والالتفاف حول تلك الأهداف العظيمة التي رسمها لنا أجدادنا وحلموا بتحقيقها. المقاومة الشعبية اليوم تسعى لتحقيق هذه الأهداف عبر وقوفها خلف الجيش الوطني والمؤسسات الرسمية والشرعية في دولة اليمن، لأن كما تعلمون أن الانقلاب الحوثي جاء ليعيدنا إلى ما قبل ثورتي 26 سبتمبر، جاء ليهدم تلك الأهداف. تحدثت الأوراق عن التحديات التي واجهتها الثورات اليمنية وكيف استطاع الشعب اليمني أن يحقق إنجازات ملموسة مثل تحسين التعليم وبناء البنية التحتية التي كانت شبه معدومة قبل ذلك الثورات، كما تم تسليط الضوء على الأخفاقات التي رافقت تلك الثورات وكيف كانت هناك محاولات مستمرة لاستعادة النظام الإمامي في أشكال جديدة. كان من أبرز النقاط التي تم تناولها في الندوة هو انقلاب الحوثي الأخير الذي يعتبر محاولة للعودة إلى النظام الإمامي، حيث تم التأكيد على رفض الشعب اليمني لهذه العودة وأن تستمر في نضالها من أجل تحقيق أهداف الثورة. ندوتنا اليوم هي عملت تأصيل تاريخي للثورات اليمنية وخاصة ثورة 1948 وأثرها في قيام الثورات اللاحقة اللي هي حركة 55 في تعز و61 في الحديدة إلى أن قامت ثورة 90 سبتمبر 62، وكذلك يعني وما نتج عنه من قيام ثورة 14 أكتوبر 1963. أهداف وتحديات لثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، ندوة فكرية تقيمها الحاضنة الشعبية لمحافظة تعز وتقول كلمتها بأن الشعب ملتف حول هذه الثورتين وهما أساس الحرية والوطن.